سارة صاي كملتي الخدمة؟ راكي خارجة دوكا؟ ايه راني خارجة يا معلمي، الا راك محتاج كاش حاجة نساعدك فيها. وإلا كملت راني خارجة دوكا، كملت كامل حوايجي وخدمتي. لا لا ما تساعديني حتى في حاجة، غير جاتني مكالمة هاتفية دوكا، وجاني فيها خبر مشي مليح وخبر مليح ليك، حبيت نخبره لك. مانيش عارفه لا نقوله لك دوكا ولا حتى الغدوة كي تجي. واش من خبر؟ قول لي وهنيني دوكا، راك زدت تحمستني كتر. راها توفات جداتك، و قالوا لي يعني نخبرك. الله يرحمها والله يعظم الأجر، أجرنا وأجركم في الجنة إن شاء الله. وتاني خلات لك وصية مع المحامي ديالها، لازم تروحي عندها غدوة باش تشوفي واش كاين في الوصية. يا ويلي يا ويلي على جداتي. الله يرحمها يا ربي، واش هاد المصيبة اللي طاحت علينا. عندي يومين ملي كلمتها وقالت لي راني مليحة، وشنو هذا يا السلام عليكم محمد، واش راك؟ هذا وين جيت من الخدمة؟ انايا راني عيانة، ورا عندي خبر ليك، خبر مليح وخبر مشي مليح. انا تاني عندي ليك خبر بصح غير مشي مليح. وشنو هو هاد الخبر اللي مشي مليح؟ يزرب قول لي. لا لا قولي انتي قبل، وشنو هما الاخبار اللي عندك قبل؟ راح نبديلك بالخبر اللي مشي مليح، انه جداتي توفات مسكينة الله يرحمها ويوسع عليها. الخبر التاعي هو انه راني حاب نطلقك، لاني راني نحب مرأة واحدة اخرى. وشنو وشنو طلقني؟ وعلاش؟ واش درت لك؟ ملي تزوجنا وانا نخدم عليك، انت خدام وخلصتك قليلة، وانا اللي راني نصرف عليك وعلى الدار وعلى ولادي، وقايمة بالحالة وما خاصك حتى حاجة مني. واش الحاجة اللي راها ناقصة ما درتها لك؟ شقول لي. اكرهت وخلاص. وتانية ملي جبنا الدراري، وقتك كامل مع الدراري، ما بين الدراري والخدمة، وانا ما راكيش تهتمي بيا بزاف. وتاني مليت 5 سنين زواج بزاف عليا، حبيت نبدل الستيل شوية. وشنو يعني هذا هو قرارك الاخر؟ راك حاب تطلقني وخلاص؟ كامل الشي اللي درته ليك، رفدتك بالميزيرية وسكنتك دار شابة، وانا اللي حوست لك هاد الخدمة الجديدة اللي راك فيها، وكامل هذا الشي وترميني تحت رجليك؟ وشنو هذا يا ربي يا ربي، وشنو هذا يا ربي؟ خلصك ربي وكيلك يا ربي، وكيلك يا ربي يا ربي. مازال كي صغيرة وشابة وخدامة كما راكي تقولي، وتقدري تبداي حياتك مع إنسان واحد آخر جديد، كما أنا راح نبدأ حياتي مع إنسانة واحدة أخرى، وكل واحد ربي سهل عليه. الحمد لله يا ربي لي بنت على حقيقتك يا ربي، قبل ما ندير غلطة حياتي. الخبر السعيد اللي ما قلته لكش هو أنه جداتي لما ماتت خلات وصية ب500 مليون أورو، وفيلا تاعها كامل باسمي، وكنت راح نمد لك النص تاع الدراهم ونكتب لك الفيلا باسمك، لانه عندي هذا الدار باسمي. الحمد لله بنت على حقيقتك، الحمد لله يا ربي يا ربي. اتهنيت منك ومن شرك ومخيانتك ليا، ربي سهل عليك من جهه اخرى، وما نزيدش نشوفك في هذا الدار. ايا ارفض قشك وخرج عليا دوكا. وشنو يا ويلي على زهري المعوج؟ يا ويلي يا ويلي، اسمحي لي الله يحفظك.
وقع الفاس في الراس وطفرت. ايا اخرج عليا، ما كانش صلاح وما كانش سماح، ابقى لا خير.